السلام البنات، صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. رجعت لكم فيديو جديد وبمذاق جديد من بعد غيبة يومين ولا 3 ايام. نتمنى انكم تكونوا بخير ان شاء الله باذن الله. بالنسبة للوصفة تاعت اليوم عندنا البطاطا، هي البطاطا نعملوا بها واحد الوجبة رائعة، احنا كنسميوها معقودة، ولكن انا نصايبها بطريقة شكل تاني وبمذاق تاني ما يخطرش على البال. ان شاء الله تنال اعجابكم. بالنسبه للبنات اول مره كتشوف القناه واكتشفت الفيديو، نتمنى انك تشتركي في القناه وتدقي الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله، وكل يوم كنحط وصفه جديده باذن الله. بالنسبه للبطاطا تاعنا نديرو 4 حبات البطاطا او 5 على حسب الكميه اللي تحبوا. انا نحطها في تجيكو جميله ولا حله بحال الطريقه هذه، وغنحطها فيها ونحط الماء باش نسلقوها. تسلق لينا سلقه مزيانه بالطريقه، ونحطو على النار تسلق لينا سلقه مزيانه ونرجع لكم ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما سلقناها نقيناها بهذه الطريقه هذه، ونقطعوها طريفات بهذا الشكل هذا، وهي سخونه ما تبردوهاش باش تسهل عليكم العمليه تاع الناس. ندحقوها مزيان بالفرشيطه او اي اله عندكم تاع الدحك، وهي سخونه باش تدعق لينا بسرعه بالطريقه هذه. تندعقها كلها، وهنا من بعد ما هرسناها مزيان كيف ما كتشوفوا نضيف ليها شويه بزار، طويسه ديال البزار، فلفل اسود بهذا الشكل هذا. غنضيف ليها معلقه صغيره تاع التحميره، بابريكا حمراء، غنضيف فيها معلقة تاع الكمون، كيعطيوها مذاق زوين، وغنضيف فيها الملح على حسب الذوق طبعا، طريقة، وغنمزج كلشي مع بعضياتو مزيان من الفوق لتحت حتى تخلط ليا المكونات كاملة مع البطاطا تاعنا، نخلطها مزيان حتى تنسجم لينا المكونات كلها. الطريقه تندخلها فيها كامل بهذه الطريقه هذه. من بعد ما دخلنا فيها المكونات كامله نضيفوا ليها 3 معالق كبار ديال الدقيق الابيض، 2 و3 حتى هو اللي غيشدو لينا، تخليها متماسكه ونبدا نخلطو عاوتاني كلشي مع بعضياتو تينسجم لينا الدقيق مع البطاطا بطريقه يعني سهله كوجبه عشاء، وجبه سحور خفيفه جدا ومذاق هائل. صافي نمزجها كلها، تندخل كلشي مع بعضياته. وهنا من بعد ما ضفت كلشي الحمد لله وخلطناه مزيان، نستعملوا يدينا باش ناخذ واحد الكره بهذا الحجم هذا، بسم الله، ونكوروها دائريه بهذه الطريقه هذه، ونشدها من الوسط ندير تقيبه، نفتحها شويه من الوسط بهذه الطريقه، ونضيف ليها شويه الجبنه موزاريلا او اي جبنه عندكم نتوما تستعملوها، يبقى لكم على حسب الاختيار تاعكم، ونسد عليها من الفوق بهذه الطريقه، كنسد بشويه بشويه تنسد عليها كلها، زدت شويه باش نعاون نسد عليا فوقاني. صافي ندورها ونعاود نكور المرة الثانية بهذه الطريقة، ونبسطها شي شوية تجينا هكايا مقادة بهذه الطريقة هذه، حيت الدقيق أصلا كيجمعها لينا كيخليها مجموعة مزيان. صافي البنات نعاود معكم واحدة أخرى ثانية، ناخد مجموعة واحد شوية ونكورها بهذه الطريقة هذه، ونفتح فتحة في الوسط تكون كبيرة، ونضيف ليها جبنة موزاريلا أو أي جبنة عندكم، الجبن الأحمر أي جبنة عندكم تستعملوها ما كاينش مشكل. صافي ونحاول نسدها من الفوق، ونزيد ليها شوية باش تساعدني من الفوق باش تسد ليا بهذه الطريقة، معليش تبقى خارجة ليكم من الجناب ماشي مشكل. صافي ونسد البلاصة اللي تحلات لينا نعاود نسدوها ما كاينش مشكل بهذه الطريقة، ونحاول نكبرها مزيان
تركها حتى تسد معنا كلها. الجبن راه داخل بطريقة مبسطة، ونقدوها من الجناب ومن الوسط حتى نسدوها كلها صافي. ونهبطها شي شوية بهذه الطريقة، بهذه الطريقات. نبقى غدا انا بهذه الطريقة تسلك كلها ورجع لكم ان شاء الله. وهنا من بعد ما جمعناهم كاملين كيف ما كتشوفوا كيجي بهذه الطريقة هذه. يعني مازال عندي التبصيل تاني. وندوزو الطريقة ديال الطياب تاعنا. هنا درنا مقلاة ودرنا فيها شي بعض معالق تاع زيت كبار، يعني ماشي بزاف، ما تحطوش الزيت بزاف باش ما تفتحش ليكم، غير بعض معالق كبار تاع الزيت. ونبداو سخنات لينا بهذه الطريقه، راه سخنات، ونبداو على القليب تاعها. حطوا وحده بوحده بهذه الطريقه عيب شويه باش تحط معكم مزيان، وحده بوحده بهذه الطريقه. يتسخن لينا الزيت نبداو نحطو ونقصو العافيه، تسخن لينا الزيت ونقصو العافيه على ريحه التبليه بهذه الطريقه هذه. نخليوها تحمر لنا شويه من تحت، ومن بعد نقلبوها على الجهه الثانيه. هنا كنشوفوا عندنا قربت لينا تحمر لنا من تحت، نزيدو غير بالراحه بشويه ونقلبو بشويه بهذه الطريقه هذه، حتى نقلبوهم كلهم. صافي ونخليهم يتحمروا لينا من الجهه الثانيه، وحنا سالينا القليب تاعها. وهنا البنات ساليناهم الحمد لله، كيف ما كتشوفوا كتحطوهم مع الكاتشوب كتجي رائعه لذيذه جدا، يعني حاجه رائعه كيف ما كتشوفوا، كتجي هائله هائله جدا جدا، مذاق لا يوصف وبنه لا توصف، يعني رائعه جدا. نتمنى البنات تنال اعجابكم ان شاء الله، تعجبكم بزاف بزاف لان المذاق رائع جدا وحاجه وهمه. وما تنساوش الاشتراك في القناه وتدقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله، وكل يوم وصفه جديده باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.